أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين في برنامج جديد من عليكم بالعافية مع الشيف المتميز ويانا محمد. أهلا وسهلا محمد، كيف حالك؟ تمام، إن شاء الله بخير. شو أخبار رمضان وياك؟ إن شاء الله بخير الحمد لله. اليوم طبعا حلقتنا بتكون مميزة، فيها عن فتة اسمها فتة المكدوس، وطبعا هي من الوصفات الجدا مميزه واللي هي في مشهوره في عند بلاد الشام، اكثر شيء سوريا وفلسطين. اوكي يلا تفضل. طبعا فتت المكدوس هي في طرق عديده من العمل بتتعمل فيها، صح؟ نحن بنفضل انه يكون هي اساسها طبعا البيتنجان. ايوه بفضل انه يكون روست، بس أيوة. نحن عاملينه اليوم مقلي. مقلي اوكي، اذا بنعمل روست بيكون افضل وهيلثي اكثر. طبعا افضل يعني بشكل عام. المقادير هي باذنجان مقلي، الزيت البصل، الثوم، البقدونس، الطماطم المفرومه، الخبز المحمص والملح واللحم المفروم والروب او اللبن الرايب اللي هو عندنا الصنوبر وهذا النعناع اليابس. اذا بنبلش باضافه كورن اويل. طبعا زيت الذره من الزيوت المفضله لدى الناس اللي هو خاصه اذا عندهم مشاكل مثل الكوليسترول او مشاكل عندهم الضغط او مشاكل الامراض المزمنه، يفضل استخدامها للزيوت النباتيه. ضفنا الحين البصل. ضيف البصل. اوكي طبعا ما شاء الله من نوع استخدام البصل، جميع الشعوب تقريبا تستخدم البصل، وهي من اللي هو الخضروات جدا مميزه من ناحيه انها ترفع مناعه الجسم، لان فيها مضادات اكسده عاليه جدا ومفيده ايضا صحه الجسم والجهاز الهضمي. نخلي البصل بس يحمر شوي. اي دقيقه بس. طبعا الكميه يقدر الشخص يستفيد منها على حسب ما يعني الكمية اللي محتاجة، أنا ممكن يحتاج أكثر ممكن يضيف. ممكن بس تراويهم بس هذه الطريقة. أوكي حتى لو نلاحظ إضافة الزيت ضفناها صغيرة على حسب الرغبة، لأن إضافة الزيت للوجبات تعتمد على السعرات حرارية ترتفع أو تنزل فيها السعرات الحرارية. نضيف شوية ثوم. ثوم من الخضروات اللي هي فيها مضادات أكسدة بعد جدا عالية، في مضادات الأكسدة مفيدة لجسم الإنسان خاصة في رفع المناعة، فأغلب ما شاء الله شعوب العالم تستخدم الثوم. يعني الثوم والبصل هم من أساسيات الوصفات دائما. 90% ثاني أنا حكيت قبل وهلا برجع بيت إنه 80-90% من الأكل ثوم بصل، صح؟ لازم. هلا نحن بنخلي ياسر شوي هيك. بغير نتكلم شوي بس عن فتة المكدوس، هي فتة المكدوس من ممكن نستخدمها كمقبلات، ممكن نستخدمها كطبق رئيسي، صح شيف؟ حسب الكمية. على حسب الكمية. أيوة ممكن تستخدمها كمقبلات. أيوة بس احنا حاليا اليوم بنستخدمها حق 4 أشخاص تقريبا للطبخة هذه اليوم، وفي نفس الوقت تعطينا 195 سعر حراري، تعطينا 11 جرام من الكربوهيدرات، أما من البروتين تقريبا تعطينا 10 جرامات. هضيف اللحم هنا. اللحم المفروم. ايوه واللحم المفروم مفيد جدا لانه في مثل نسبه البروتين جدا عاليه، في نسبه الاشخاص اللي عندهم مشاكل في الحديد او عندهم نقص في فقر الدم ممكن نضيف كميات ازيد، وممكن نستخدمها يعني بشكل عام يعني. حتى استخدامنا للشيف مو صح، استخدامنا للحم المفروم استخدامنا اذا كان الشحوم على حسب الرغبه، ممكن نستخدمها من غير شحم. ممكن يكون فيها دهن قليل. أيوة. جدا وممكن تكون كلير. ايوه قليل طبعا جدا، احنا نقصد فيه للناس اللي عندهم مثل ما نقول احنا الكوليسترول، الازمات القلبيه، بس تراويهم اياه الطريقه كيف صارت. بدت شويه تستوي. ايوه فمرضى الكوليسترول يفضل انهم ما يستخدمون كميات اللحم المفروم اذا كان فيها نسبه شحوم عاليه، لانه ممكن تزيد من كميه الدهون فيها والسعرات الحراريه. ايضا بالنسبه للشيف للناس اللي عندهم زياده في الوزن، بعد نحن نفضل اصلا استخدام اللحم المفروم الاحمر بدل ما يكون فيه نسبه شحوم عاليه. طبعا تكون ايوه صافي تماما. ان شاء الله شيء فيها شويه دهن ما بيأثر يعني، ما يأثر طبعا. كمية قليلة. كميه قليله احنا اللي مستخدمينها حاليا، كميه جدا قليله. قليله جدا طبعا، لان بدليل ان السعرات الحراريه فيها قليله، 195 سعر حراري تقريبا 10% بس نسبه الدهون.
وممكن بعض الاشخاص اللي يعانون مثلا مشاكل، مثلا انا شو اقدر احضر في فتره العشاء، ان انا ابغي شيء يعني استفيد منه من ناحيه البروتين، اعلي البروتين واقلل من الكربوهيدرات. هذا بعد جدا مهم ان انا استخدامي للبروتين فتره العشاء افضل للناس اللي يبغون يزيدون اوزانهم. تمام. هلا اللحمه عندنا هون تقريبا بلشت تنضج، اتركها دقيقه بس تنضج بشكل كامل. الريحة ما شاء الله بعد قوية وحلوة يعني. طبعا فتش مخصوص فيها عدة طرق، لان احنا عملناها كيوب وممكن في ناس تحشيها بعدين تقليها، في ناس ممكن تقطع الباذنجان بالنص وتقليه بعدين تحشي، وممكن في الفرن صف بصواني وبعدين بتدخلوها الفرن. في عدة طرق يعني. ايوه بس هاي اسهل طريقة تقريبا. تقريبا اسهل شيء، اسهل يعني شيء وبسيطة يعني. جدا. ممكن نضيف طماطم، طبعا الملح والفلفل انا اخر شيء بفضل اني اضيفه. هي افضل. طبعا هنا ضفنا الطماطم اللي هو الطازج للوجبه، طماطم وكمان فيها نسبه السوائل فيها عاليه، يعني ما احتاج ان انا اضيف سائل ثاني او شيء، فانا استفيد منها. ايوه فيها عصير طماطم، وعصير الطماطم هذا جدا مهم في استخدام في الوجبات. طبعا فتره التحضير يعني ما بتاكل اكثر من 20 دقيقه ماكسيمم. ايوه هي سهله حتى سهلة، يعني يقدرون يستخدمونها وسريعه. الوجبه المعقده للواحد فممكن تكون يعني هي بشهر رمضان يعني اغلب الاحيان تكون متوجهة على موائد الافطار. حتى حق الاطفال اللي في عمر النمو، فتره النمو نسبه البروتين فيها عاليه، فمفيده للاطفال في فتره العشاء اذا استخدامنا للعشاء مثلا عشاء خفيف. تمام. هون عندي تقريبا راح تنضج. راويهم كيف بس هذا. نضيف شويه ملح. هنا الملح على حسب الرغبه. الملح انا بفضل انه يكون اقل من الكميه المطلوبه اللي عشان اللي عاوز بيقدر يضيف. صح. بس لو كان زياده ما فينا نشيل الملح. صح. فبنحاول نخلي الملح. هو دائما احنا ننصح مرضى الضغط بشكل عام اللي هم عندهم مشاكل الضغط، ارتفاع الضغط، يخففون من الاملاح. الناس اللي عندهم مشاكل الكلى او امراض الكلى يخففون قد ما يقدرون من الملح في استخدامهم في الطبخ يعني بشكل عام. فبالنهايه على حسب الرغبه. هلا صار فيني انا اضيف الباذنجان المطبوخ، طبعا معها اخلطه كثير تقليبتين بس. ايه لانه اوريدي هو اصلا مطبوخ يعني. مطبوخ. لو نلاحظ هنا حتى الباذنجان اللي نختاره، نختار الباذنجان دائما اللي يعني الجلد اللي فيها اللي هي السميكه او اللي بتكون بنفسجيه الطازجه. أيوة. واستخدامنا للباذنجان هنا وايد مهم، اصلا الباذنجان حتى يحمي الشخص من الامراض او السموم داخله في جسمه. بتلاحظ انه في بعض المنتجات او بعض الاطعمه مثل المواد السامه تدخل عن طريق الجسم مثل الزرنيخ او الزئبق او الرصاص، فسبحان الله الباذنجان له خاصيه جدا حلوه في ان امتصاص هاي السموم والتخلص منها سريع. هاي الخاصيه موجوده فعلا في الباذنجان. نضيف النعناع شوي بيعطي ريحه، ريحه ونكهه حلوه. شويه نعناع. واصلا حتى النعناع، اضافه النعناع في الوصفات هاي تشهي او تخلي مثل ريحه. ايوه خاصيه مميزه. خاصيه مميزه صح. نلاحظ هنا حتى استخدام البهارات ما في استخدام غير بسله بشكل ابدي. ايوه ايوه شفتي ملح، وهلا بضيف شويه فلفل. هي بس فلفل بسيط يعني وبس، ما تحتاج حط النار شوي، بضيف شويه فلفل اسود بس. هذا من البهارات اللي استخدمناها، هذا والاعشاب اللي هي المجففه اللي هو النعناع المجفف، هو موجود يعني بكل منزل. راويهم بس المزيج كيف صار الحين. المزيج صار معنا بهالشكل. صار معنا بهالشكل هيك تقريبا. الاساس صار جاهز عنا، نطفي النار عليها. هلا عنا الروب الجاهز، انا حاخلط معه شويه ملح شويه ثوم بس، ما يحتاج اي شيء ثاني. هنا استخدامنا للروب طبعا، خاصه طبعاً الروب غني بالكالسيوم، غني بالفوائد جدا مهمه للنسوى البروتين، ايضا غني بفيتامين د. الناس اللي عندهم مشاكل في العظم واحنا دائما ننصحهم استخدامهم لمنتجات الالبان ومن ضمنها الروب. والروب حتى من فوائده انه في بكتيريا نافعه،
هالبكتيريا النافعه وايد مهمه وجدا مهمه في تحسين وظيفه الجهاز الهضمي. الاشخاص اللي عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي ممكن يضيفون في وصفاتهم الاكل او وصفات الاكل بشكل عام الرو. جاهزين سكوب؟ يلا جاهزين. طبعا احنا بامكاننا نحط بقدونس اول بس نحن نتركه للاخير ما في على حسب الرغبه يعني كنا من تحت خبز وترجع تحط طبقه باذنجان. انا بفضل هي تكون زي الفته الشاميه. ايوه وسهله وحلوه سهلة يعني ما فيها اي تصعيب ولا فيها اي أبدا. حتى تلاحظ السعرات الحراريه اللي فيها قليله لان استخدام النشويات قليل. نحن كمان عاملينه بالطريقه انه محمصه من غير زيت. من غير زيت. ايوه. طبعا لما نحط الروب عليها حيصير الخبز يتشرب النكهه ويصير طري. طبعا نحن الفته عندنا بنحط لها طحينه بس كونه هيلثي طحينه فيها ممكن تزيد السعرات الحراريه فللاشخاص اللي هم بصير حسابات ثانيه عندنا. أيوة. فنحن عاملينها بشكل من دون طحينه على حسب في النهايه اختيارات. وهي اصلا وصفه فته المقدوس اصلا يعني بلاد الشام كلها متعارف فيها وكل واحد على حسب طريقته الخاصه. يعني استخدمنا الطماطم الحلو فيها نستخدمها في الطبخ واستخدمها في التزيين. تعطينا شكل حلو مميز وطعم بعد غير. نحطها شوية صنوبر على الوش. هنا الصنوبر بعد من اللي هو الحبوب او مثل ما نسميها النباتات الصنوبريه وفيها نسبه عاليه من ماده تلين او ملينه للجهاز الهضمي ونفس الوقت تعطينا فائده في مضادات اكسده وفيها نسبه بروتين حلوه يعني للانسان. فبالنهايه وجبتنا غنيه بالبروتين. زيت الزيتون احنا طبعا ما طبخنا فيه. ايه يفضل. يفضل انه ما نطبخ على البارد نستخدمها. على البارد. اوكي. نوع من كمان التزيين بنفس الوقت نكهته طيبه معنا. طبقنا هيك جاهز؟ تقريبا جاهز. يسلم ايدك شيف محمد وبالهنا والعافيه. خلصنا فتة المقدوس. اما شيف خبرنا بس عن فتة المقدوس بشكل عام. احنا هنرجع نعيد شو المقادير اللي كان موجوده معنا. طبعا حطينا شويه زيت ملعقتين زيت وبصل وثوم قلبناهم شوي لحتى نضج البصل والثوم وضفنا عليها اللحمه كمان فتره 3-4 دقائق. أوكي. بعدين ضفنا الطماطم وكمان قلبناهم مع بعض. طبعا الباذنجان كان عندنا مقلي جاهز. طبعا قلنا لكم في طرق عده نعمل فيها الباذنجان. ممكن يكون مقلي، ممكن يكون روست، ممكن يكون مشوي بالفرن. في عده طرق. في ناس بتحشيه، في ناس بتعمله على حسب مثلا حجم. في مثلا بعض المرضى مثلا احنا عندنا مرضى السكر او مرضى الكوليسترول ما في او اللي حابين يزون اوزانهم ممكن استخدامهم للنشويات مثل الخبز المحمص. شيف انه ممكن يستخدمون نشويات بكميه اقل في النهايه الهدف تنزيل الوزن. اما البروتين فالكل محتاج بروتين، كل مراحل العمر سواء اطفال او كبار في العمر فمحتاجين بروتين. بروتين جدا ممتاز. بالنسبه للخضروات اللي استخدمناها بعد الخضروات ترفع المناعه، في منهم تزيد من مضادات الاكسده في الاكل فبالتالي الانسان يستفيد منها بكميه اكثر. في النهاية المرحلة الأخيرة اللي عملناها نحن حطينا الباذنجان مع الخلطة اللي كنا عاملينها حطيناها بالصحن. أوكي. وضفنا عليها اللبن. المخلوط معه الثوم والملح أوكي. تمام. وزيناها بشوية طماطم والبقدونس والصنوبر ووجبتنا تقريبا صارت جاهزة وعليكم بالعافية.